بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. وإذا كان الحق قد فصل الآيات لتتضح طريق المجرمين ليعامل كل واحد على قدر ما يستحقه من موقفه الإيماني، لكن الحق في هذه الآية لتستبين سبيل المجرمين والمقابلون للمجرمين يبقى المؤمنين. طيب، إذا استبانت سبيل المجرمين ألا نعرف المقابل وهو سبيل المؤمنين؟ الحق سبحانه وتعالى حين يذكر شيئا مقابل شيء يأتي بحكم شيء ثم يدع الحكم الآخر ليفهم السامع. فإذا كان الحق قد بيّن سبيل المجرمين يبقى المقابل له إيه؟ يبقى سبيل المؤمنين. المقابل له نعرفه من إيه؟ نشوف لعناً وطرداً، يبقى دول ما يلعنوش ويطردوا دول يرحموا، سبي وقتل دول يكرمهم وتحافظ على حياتهم، يبقى كل حاجة مقابلها إيه؟ فإذا كان الله قد بيّن سبيل المجرمين كما تقول: التلميذ الذي يواظب على دروسه ويذاكر في وقت فراغه من المدرسة وينصت إلى أساتذته سبيله أن ينجح. يبقى المقابل انعرف ولا لا؟ تقدر اللي يرسب يبقى إيه؟ يبقى اللي ما بيواظبش على حضور الدروس، اللي ما بيذاكرش بعد ما بيخرج، مش كده؟ يبقى سبيله انه ايه؟ يبقى. فإذا كان الحق قد بيّن سبيل المجرمين فإنه الحق سبحانه وتعالى يترك لفطنة السامع لكلامه أن يأتي بالمقابل ويضع له الايه؟ ولا يضع له الأحكام. وإحنا شرحنا هذه المسألة ليه؟ لأن القرآن جاي على أبلغ الأساليب، وأبلغ الأساليب معناه أنك أنت تشوف معطى كل لفظ وكل حرف جاي ليه؟ عشان تبقى فاهم مقتضيات المقامات والحالات التي تطابق كل ايه؟ كل مقام. احنا قلنا مثلا ايه؟ لقد كان لكم لا آية في فئتين التقت، فئة تقاتل في سبيل الله. لما تيجي تسمع الآية دي كان المقتضى لما نيجي نسمع وفئة لازم تقول تقاتلوا في سبيل الشيطان، مش كده؟ مدام لقد كان لكم ايه في فئتين التقطا، فئه تقاتل في ايه واخرى تقاتل في سبيل مين بقى؟ في سبيل الشيطان. طيب، لكن ما قالش كده القران. اياتهم في فئتين التقطا، فئه تقاتل في سبيل الله واخرى كافره. الله، طب ما هي كافره دي توحي بان الفرقه الاولى ايه؟ مؤمنه. طب والكافرة دي ما دام الأولانية بتقاتل في سبيل الله تبقى الثانية بتقاتل في سبيل مين؟ فكأن النص يقول لقد كان لكم آية في فئتين التقتا، بعيد عن القرآن بقى، هنحل المعنى. فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وفئة كافرة تقاتل في سبيل الشيطان. فلكن الأولانية ما جابش مؤمنة اعتمادا على المقابل وهي كافرة، وهنا قال في سبيل مين؟ في سبيل الله، ولا قالش في الثانية في سبيل من الشيطان. يبقى خدنا هنا مقابل وهنا ايه؟ مقابل. يبقى المعنى ايه؟ قد كان لكم آية في فئتين التقطا، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وفئة وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الشيطان. شلنا مؤمنة من الأول لاستدلالا بكافرة في الثاني، وشئنا في سبيل الشيطان في الثانية اعتمادا على سبيل الله في الايه؟ في الأولى.
كذلك ولتستبين سبيل المجرمين. وإذا استبان النبي سبيل المجرمين يبقى عرف المقابل وهو سبيل غير الإيه المجرمين وهم الإيه المؤمنين. قلت إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. نهيت الرسول كما قلنا قبل الإسلام ما عبدش حاجة من دي أبدا. أيوة إنما قد يكون عدم عباده اقتناع فطري بإن دي حاجة ملهاش يعني ولا فيش فيه عادة ولا جرتش العبادة. لكن هو يريد أن يصنعها أمرا عباديا. في فرق بين أمر العادة وأمر العبادة. أمر العادة وأمر الإيه؟ العبادة. فقوله قل إني نهيت أن أعبد نقلت المسألة اللي ما كانش بيعملها برضو مش هيعملها، لكن نقلها من إلف الإيه؟ العادة إلى إيه؟ إلى تكليف العبادة. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. إذن هم بيدعوا من دون الله الأصنام بتاعتهم والأوثان وبتاع. المسألة فطريا لو ناقشتها تجد تفكير سخيف، تفكير سخيف. طب الأصنام دي إيه يا أخوي؟ تحكارة بننحتها وبنحطها ونعبدها. طيب يا أخوي قبل ما تنحتي كنت بتعبد إيه؟ ما كنتش بتعبد بقى حاجة. يبقى أنت اللي خلقت من تعبده، أنت اللي صنعت إيه؟ من تعبده. طيب أدي واحدة. الحاجة التانية، أنت إذا نظرت إلى الأصنام اللي أنت بتعبدها دي من أي أجناس الوجود هي؟ أجناس الوجود كثيرة، وكل جنس من الأجناس له مشخص يرفعه عن الجنس الآخر ارتفاع ترق أو ارتفاع تدل. فإن نظرت إليها من القمة وهو الإنسان اللي يشترك مع الإنسان في إنه حيوان وبيتحرك وإلى آخره يبقى حيوان بس ناقص الفكر، أنت تدليته يعني نزولة. طيب والحيوان أم قال لك إن سلبت منه الحس والحركة وديته بس غريزة الجسم والنمو يبقى النبات. طب وإن سلبت من النبات غريزة النمو يبقى الجماد. الله، يبقى إذا لما تتدلى من أعلى كده قول كده الإنسان الحيوان النبات الجماد، كل جنس من هذه الأجناس له خصائصه. الجنس الأعلى بياخد خاصية زائدة، فأدنى الأجناس هنا إيه؟ الجماد، بيخدم النبات وبيخدم الإيه؟ وبيخدم، والنبات بيخدم الإيه؟ الحيوان وبيخدم الإنسان، والحيوان بيخدم. يبقى مين السيد؟ الإنسان. طب ومين أدنى الأجناس؟ فكيف يأخذ أعلى الأجناس ربا له من أدنى الأجناس؟ مسألة مش مفهومة أبدا، مسألة بايخة وسخيفة وتدل على عقول. طب وإيه اللي خلوهم يعملوا كده؟ قال لك إيوة، لأنهم أرضوا في نفسهم غريزة أنهم بيعبدوا، لكن العبادة أمر فطري. بس فيه فرق بين عبادة بقى ما تكلفنيش أمر ولا نهي، هم راضين بأنهم قال بيعبدوه، لكن غريزة التدين دي تكاد تكون فطرية، فهم حولوها لإيه؟ الى الاصنام. ليه؟ لان ملهاش افعل ولا تفعل. طب الحجاره قالت لهم اعمل ايه ولا تعملش ايه؟ والله ده دين كويس او ده اللي ملوش تكليف. قاموا خدوها بقى لانها لا بتامر بمعروف ولا بتنهي. طب خلاص يبقى قيدت حركه حياتهم في ايه؟ تبقى مثلا عبوديه، انما بدياس. يعني نقول له يا شيخ بلا سخافه، وافهم انك انت الذي تصنع الله. ولذلك كان لما يجي مثلا بعض الصبيه اللي كان عندهم شيء من نباهه الشعر، ابوه فزع وقال له تعالى احسن الاله الصنم الفلاني وقع فانكسر دراعه وعايزين تيجي عشان تلحم دراعه. قام الواد قال الله، طب ويعني الاله اللي انكسر دراعه ده اللي رايح يجبره مين؟ اللي يجبره هو اللي يعبده؟ صلى مش برضه كلام مش داخل. نقول له يا شيخ الإنسان أعلى الأجناس بالخصائص التي فيه، لأنه فيه خاصية الفكر وخاصية الحس والحركة وخاصية النمو وخاصية الحي، والنبات أدنى هذه الأجناس، فكيف يعقل أن سيد الأجناس في هذا الوجود يتخذ له إلها من أدنى الأجناس؟ تبقى ما تنفعش الحكاية. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله،
قل لا أتبع أهواءكم. الله، إذن المسألة مش خضعة إلى هدى وإنما خضعة إلى هوى. وما معنى الهوى وما معنى الهدى؟ الهدى هو الطريق الموصل للغاية المعتبرة اللي تعتبرها غاية، والهوى خواطر النفس التي تحقق شهوة. ايه الخاطر اللي بيحقق لهم شهوة؟ يقول لك بيرضوا غريزة التدين ولا فيش لهم ايه؟ ولا فيش لها مطلوب. اما ليه النصابين اللي بيعملوا مذاهب ويطلعوا بها زي القديانية وزي البهائية وزي البابية وزي الناس اللي عاملين لهم اتباع وعاملين لهم إيه؟ ليه؟ يقول لك لانه هو بيعمل انه متدين، وبعدين يقولوا لا ما فيش مانع تختلط المرأة بالرجل، ما فيش مانع لما سلم انا على المرأة ابوسي، ما فيش مانع ان انا اعمل. الله، ده دين كويس، ده قوي، ده دين بحبحة قوي، خلاص يبقى يروح له ولا ما. والا فلماذا ياتي الناس اللي عقولهم في مرتبة من الثقافة عالية ويخضعون لمثل هذه الاشياء؟ قال لك لانه بيرضي انه متدين وبياخد حظ ايه؟ وبياخد حظ نفسه. قل لا أتبع أهواءكم، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذن، أي إن اتبعت أهواءكم وما أنا من المهتدين. فكأن في هدى وفيه إيه؟ في هوى، مقابله إيه؟ هوى. أنتم بتروحوا للهوى وأنا بروح لمين؟ للهدى. قل إني على بينة من ربي، يعني بعد ما كانت تركي لهذه العبادة عادة أصبحت على بينة من ربي، فأصبحت إيه؟ فأصبحت عبادة. وإلا فكثير من الناس مثلا مش متدينين ولا يشربوش الخمر مثلا، ما بيشربش الخمر عادة مثلا، إنما إحنا عايزين ما يشربهاش إيه؟ ما يشربهاش عبادة يشرب. وإلا احنا قلنا مثلا لو جئنا لإنسان صحته سيئة وقلنا له يا شيخ الخمر دي بتهري كبدك، وتعالى ونعمل له أشعة وبعدين نوري له كده الأشعة ونقول له اشرب الكاس وشوف الكاس ده هيعمل ايه في كبدك، وبعدين يقول أعوذ بالله، خلاص ما انتش اشربها، امتنع ولا ما امتنعش؟ انما هل يبقى امتناع تدين؟ مش امتناع تدين، ده امتناع مصلحة بقى، لو قالها حتى غير متدين هيعمل. انما المراد ان نقبل على العمل لانه مين؟ الله. ولذلك ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، انا اعمل هذا العمل لاني مسلم، انا بعمل هذا العمل لاني ايه؟ لاني مسلم، مش لانني رايت ان ده فيه المصلحه او كذا، انا لاني مسلم تعمله وان جاء لك بمتاعب. هذا الفرق بين الاثنين. قل إني على بينة من ربي، وكلمة على بينة من ربي دون بينة من الإله، الإله يتطلب منهجا افعل ولا تفعل، إنما الرب هو الخالق الذي تولى تربيتك، وما دام خلقك وتولى تربيتك مش كان يصح أنك تسمع بقى كلامه؟ لازم تسمع كلامه. طب الإله طالب تكليف، معبود، معبود يعني افعل ولا تفعل، لكن الرب مدام هو اللي رب وهو اللي خلق وهو اللي بيرزق وهو اللي بيعمل، يبقى مدام رب لازم اسمع ايه؟ لازم اسمع كلام. قل اني على بينة من ربي وكذبتم به، كذبتم بربي لانكم جبتوا له ايه؟ انداب. ما عندي ما تستعجلون به، هم كانوا يقعدوا يقولوا له ايه؟ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك إيه؟ فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب. إحنا عايزين نبحث في هذا الطلب عشان تخدم صورة من العقلية المكابرة المعاندة لرسول الله. طب قالوا اللهم، يبقى إذن فيه إله يتوجه إليه، خلاص إله يتوجه إليه ديا، طيب أمال بتنصرف عنه ليه؟ وبعدين يقولوا إن كان هذا هو الحق من عندك، طب كانوا الأصول بقى العقلين يقول إن كان هذا هو الحق فاهدنا إليه، إنما يقول إن كان هذا هو الحق ما احناش قابلين وهلكنا، يبقى ده التعنت بقى. الأول قال اللهم، يبقى فيه إيه؟ فيه إله بيتجه إليه. وبعدين قالوا إن كان هذا هو الحق ومن عندك مش من عند محمد، طب يا سيدي نعمل لكم إن كان هذا هو الحق من عندي،
هات لنا عذاب أليم بقى. يبقى إذا أنتم مكابرين ومش عايزين إيه؟ مش عايزين تؤمنوا. فالنبي بيقول بالك لو كان الأمر عندي اللي بتستعجلوا وأجيب عذاب كنت جبته وخلصت منكم، كنت جبته إيه؟ وخلصت منكم. قل وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به. الاستعجال طلب العجلة، مأخوذة منه العجلة دي لأنها بتسرع إلى الغاية. كان الإنسان لما يمشي ولا أي حاجة ولا يحمل حمولة ولا بتاع يعني ياخد زمن، وبعدين العجلة جد جت إيه قصرت الله. طيب ما تستعجلون به، والمعنى الاستعجال طلب الحدث قبل زمنه. وما دام ما تستعجلون به يبقى انتوا العذاب هيجيلكوا هيجيلكوا، بس اصله مش وقته، ما هوش دلوقتي. اذا لو ان عندي العذاب ده اللي انتوا بتستعجلوه كنتوا خلصتوا ايه وجبتوا، لكن عند مين؟ عند الحق. والحق احدث كونه لكل حدث ميلاد، وما دام لكل حدث ميلاد يبقى انا ماليش، مش شغلتي دي. لا، ما عندي ما تستعجلون به ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. ما هي شغلتي انا الحكم لمين؟ فان شاء ان ينزل عذابا كما انزل على بعض الاقوام ينزله، ان شاء انه يؤخر العذاب يقول لك طب ليه ما كانش، يقول لك لا ده بقاء المخالفين للمنهج الإيماني تأييد للمنهج الإيماني. ولذلك يجب أن تفهم أن الشر اللي بيقع في الكون ده ما بيقعش غصب عن الحق، هو بيقع على غير محبوبية من الحق. إنما ما دام اداك اختيار تعمل دي وتعمل دي وتعمل دي، اللي خلق لك فيك الاختيار يبقى سامح بان ده يحصل او ده يحصل او ده يحصل. يبقى هي منه ولا مش منه؟ يبقى جات غصب عنه؟ لا، في فرق بين انها تيجي قهرا عنه نقول لا ما فيش قهر عنه، لانه هو الذي اوجد فيك الاختيار لان تعمل هذا او تعمل هذا، والا لو اراد ما كانش حد يقدر يعمل شر. لكن بقاء الشر وبقاء الكفر لو نظرت الى حقيقه اليقين في فلسفته لوجدت ده من اسباب اليقين الايماني. قال لك ازاي؟ قال لك لو لم يوجد الشر ما كانش فيه ضحايا له، وما دام ما فيش فيه ضحايا يبقى ما فيش استحساس على الخير. انما لما تيجي ضحايا للشر ونشوفها كده وتتعبني وتألمني نقوم نتجه لمين؟ للخير. ولذلك تجد روح الايمان بيقوى امتى؟ حينما يهاج الاسلام من اي عدو من اعدائه. ساعه ما يهاج الاسلام تلتفت تلاقي الاسلام ايه استيقظ في نفوس الايه، في نفوس الناس. فلو لم يوجد آثار ضرة للشر ما كانش الناس تروح لمين؟ للخير. كذلك الكفر، لما أصحاب الكفر يطغوا ويستبدهم ويعملوا كذا ويعملوا كذا ويعملوا كذا نقوم نقول يا سلام ده الإيمان بيعصم المجتمع من حاجات كتيرة أوي. يبقى إذن وجود هذا لمين؟ يبقى خدمة لإيه؟ إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، الذي يفصل بين المواقف بدون ايه هون، لانه لا ينتفع بشيء مما يفعل. ليه؟ لانه انما فعل كل ما يفعله في احداث الكون وهو غني عنه، لانه خلق الكون وله كل صفات الكمال. خلق الكون ما جابلوش صفة زايدة، يبقى لمصلحة مين؟ لمصلحة خلقه فقط. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. هناك الآية بتقول إيه؟ ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولن ما يحبسه. ما بيجيبش ليه العذاب ده؟ ما تيلا تشوف هتعمل فينا إيه؟ ما بيقولوا استهزاء. ألا يوم يأتيهم، ما تستعجلوش جاي جاي. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئ. ما هو بيقول لك فين يعني، أكنه بيستهزئ. ويستعجلونك بالعذاب، آية تانية.
ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب إيه؟ بغتة وهم لا إيه؟ وهم لا يشعرون. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وعنده مفاتح الغيب، مفاتح تقدر تاخد مفردها على أنه مفتح، يعني مفاتح جمع لمفتح أو جمع لمفتح. إيه الفرق بين دي وإيه الفرق بين دي؟ مفتح آلة الفتح زي مبرد، المبرد إيه؟ مفعل آلة الإيه؟ البرد. يبقى مفتح تبقى آلة الإيه؟ يعني هي المفتاح، تبقى مفتح تبقى إيه؟ مفتاح. طب ومفتح الشيء الذي يقع عليه الفتح اللي هي الخزانة مثلا، يبقى احنا عندنا يا مفتح بمعنى ايه؟ مفتاح. ومفتح ومفتاح الاثنين من اسماء الآلة. مفتح زي ايه؟ مبرد. ومفتاح زي منشار، مش كده ولا لا؟ قد بعضها. يبقى اسماء الآلة تأتي على مفعل او على مفعل. فمفاتح جمع ايه؟ مفتح او جمع مفتح. ان كانت مفتاح يبقى ما عنده ما ايه؟ المفاتيح التي تفتح الايه؟ على الغيب. وان كانت مفتح عنده الخزنة اللي فيها الغيب نفسه، الخزنة اللي فيها الايه؟ اللي فيها الغيب. الامرين لازمين ولا لا؟ لانه مدام خزنة وفيها غيب، مدام خزنة شيء نفيس مخزون لأوانه، يبقى لازم مش مبتذل بحيث كل واحد يجي يطلع لغير أوانه. وما دام خزنة يبقى فيها ضروري مفتاح. يبقى إذن ولذلك هناك ما إن مفاتحه إيه؟ لتنوء بالعصبة إلى الإيه؟ أولي القوة. يبقى إذن وعنده مفاتح الغيب، يعني غيب الغيب عند الحق سبحانه وتعالى. إحنا قلنا زمان والغيب ما غاب عنك، وهو نوعان، غاب عنك ومعلوم لغيرك يبقى مش غيب مطلق، يبقى غيب إضافي. غيب إن سرقت منك الفلوس وانت راكب الأوتوبيس، انت ما تعرفش اللي سرقها ولا تعرفش هي فين الآن، إنما اللي سرقها عارف نفسه ولا لا، واللي وياه واللي تواه عارفينها ولا لا. يبقى فيه فرق بين غيب عنك ولكنه ليس غيبا عن غيرك، وفيه غيب عنك وعن غيرك. إلا أن الغيب عنك وعن غيرك له مقدمات، إن استعملتها تصل إلى مين؟ تصل إلى الحقيقة. يبقى ده برضو غيب إضافي. إما الغيب اللي هو عند ربنا هو إيه؟ أم قال لك ده الغيب المطلق الذي لا يعلمه أحد أبدا إلا بإعلام الله له. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وإحنا قلنا بقى الجماعة اللي بيكتشفوا مغيبات كانت في الوجود زي الجاذبية وزي الكهرباء وزي مش عارف إيه، كل ده كانت مغيبات، إنما لها مقدمات ولا لا؟ لها مقدمات. فالغيب الذي له مقدمات ما يبقاش غيب إيه؟ الجماعة اللي كانوا زمان بيعملوا تنويم مغناطيسي ويقروا الأفكار ويجوا يجيبوهم لنا في المدارس مثلا، يوم يقول لك مثلا ايه، حط ايدك في جيبك وطلع فلوس وعدها وشوفها كويس، ويأكد لك على عدها وشوفها كويس، شوفها كام. وبعدين يقول لك انت في جيبك 7 ساعات، في ايدك 7 ساعات، يقول له اهدى مش غيب مطلق. ليه؟ قال لك مدام قال عدها وعرفها انتقل الى ان يكون معلوما لغيره، يبقى قد يقرأ أفكارك، قد يشوفها جن ويخبره، تبقى مش غير. ولذلك كانوا يعملوا بقى بدهم يكيدوهم، يوم يقول لك لا هحط إيدي في جيبي وطلع شوية فلوس وقول لي عليها، ما يعرفهاش. امسك الساعة واضبطها على أي ساعة انت عارفها، شوف انت ضبطها على كام، اهي شوف انت ضبطها على كام دي،
عشان تبقى منقولة من الغيب المطلق إلى غيب معلوم للغير، ما دام غيب معلوم للغير يمكن الغير يعرفه، مفهوم؟ لكن ربنا يقول أنا عندي مفاتيح الغيب لا أظهر علي إلا من أرتضي من رسول حال أو. يبقى إذن هبات الغيب تأتي من عند الله، إنما ما فيش واحد كده يبقى عالم إيه؟ عالم غيب. كل واحد بقى يروح له والله تشوف لي الحكاية دي اللي مش عارف، فتح دكان نفتح دكان غيب، نقول له لا ده بقول أنا عندي المفاتيح، أدي السر اللي أنا عايزه والمفتاح عندي، مش يتخذ المفتاح وبعدين يبقى ينفتح من ورايا لا لا لا، المفتاح عندي. نعم. وعنده مفاتيح الغيب. وما هو الغيب؟ الغيب هو ما غاب عن حس مشهود بالمدركات، ولو كان غيبا بالمقدمات. طيب على الأول، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم إيه؟ ما في البر والبحر. طب الغيب دي أمر غير مشهود، وهو قال هو عندي. الحق سبحانه وتعالى إيناسا لخلقه حينما يأتي لهم بأمر غير محس لهم يوضحه بالمحس لهم. المحس عالم المشهد، العوالم لها ثلاث أشياء: عالم المشهد المحس مسموعا مرئيا مذوقا ملموسا، كل ده اسمه عالم الايه؟ المرئيات. وفيه بقى عالم ايه تاني؟ غيب، ده بيسميه عالم الملكوت، عالم الملكوت. ربنا بقى يعمل هبات لبعض خلقه اللي قال وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه إيه؟ صبرا. يبقى الهبة تيجي لتثبت لصاحبها أنه على علاقة بربه، إنما ما يدهاش على أنها إيه؟ على أنها شغلانة وإيه؟ وبقى الطبيعة بحيث أننا نروح له في كل حاجة وإلهه. فيؤنس بقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمه إلا هو، وبعدين جبنا المساعدة عالم المحسوس، ويعلم ما في البر والبحر. شوف كلمة البر الأول والبحر ليه؟ لأن كل واحد منا لازم يبقى في بر، ولا ضرورة أن يكون كل واحد منا عارف بحر. في بلاد ما لهاش ما يعرفش البحر ده خالص، يبقى البر هو الإيه؟ هو الأصل. ولأن معلوم البر محس للناس، مش كده؟ معلوم البر محس جمادات ونباتات وأشجار وحيوانات وناس وبلاد وقرى وطرق، ده معلوم. والبحر برضو من الممكن أن يشاهد، لكن العالم بتاعه أخفى من عالم مين؟ من عالم. وكل يوم عمالين إيه؟ وعمالين نكتشف فيه حاجات. وإذا أخذت بقى الكائنات في أي ظرف من ظروف المكان للبر والبحر، تشوف البحر ده قد إيه بالنسبة لليابسة. إحنا بنقول ثلاث تربع الإيه، شوف اليابسة فيها قد إيه بقى، وشوف إدي للبحر بقى، وبعدين إدي للبحر إيه العمق كمان، يبقى عمال بينقل من البر الإيه للبحر. طيب وبعد ذلك يردنا إلى الإيه؟ إلى البر تاني، ويقول إيه؟ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. لأنك لو نظرت إلى الأجناس لوجدت النباتات هي أغلب الله. طب وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ساقطة، وإلا يعلمها بكل ما يتعلق بها، كل ما يتعلق بها. إذا كانت معنى تسقط الورقة يعني انتهت إيه مهمتها، أدت ما عليها وأعطت الشجرة التمثيل الكروفيلي والثمرة انتهت، وبعدين دبلت الورقة وإيه، مدام دبلت وسقطت يبقى معناها أدت إيه. فإذا كان يعلمها بعد أن أدت مهمتها، ألا يعلمها وهي تؤدي مهمتها؟ فبيجيب لك أدنى أحوالها. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. طب ولما تسقط الورقة ما معنى السقوط؟ السقوط كما نعرفه هوي شيء مادي إلى أسفل، مش معناه السقوط كده؟
وبعدين فسروا بانه جاذبيه ومش الجاذبيه. طيب على الاول، ساعه ما تسقط الورقه وليس للورقه ثقل، بل هي متصرف فيها تصرف الاجواء التي تحيط بمجال هبوطها، ريح يجيها من هنا ريح يجيها من هنا، تنزل ازاي؟ على عن ايه؟ على راسها، على جنبها اليمين، على جنبها الشمال، تقعد تلف كم لفه وكم دوره. الله الله الله، دي مساله ايه؟ ورقه واحوالها كلها، وما تسقط من ورقه الا ايه؟ يعلمها. طب وايه جاب حكايه تسقط من ورقه الا يعلمها دي؟ يعني ايه؟ ليه؟ عشان ايه؟ ام قال لك لان الله لما قال انا عليم بالظالمين وهيقعد يجازي كل حاجه، يقول اذا كانت الحاجات اللي مش هتتعرض لثواب ولا عقاب انا اعلمها، فكيف من يتعرض لثواب وعقاب؟ شيء لا يتعرض لا للثواب ولا الايه، ومع ذلك انا عالم الحكايه دي، والدوامه والاعصار ده يمكن يشيلها يوديها في حته غير بيئتها ويجيبها تاني. شوف ورقه كده الريح بيلعب بيها، كل دي معلوم لمين؟ معلوم لله. يقوم الانسان يقول الله، وما تسقط من ورقه الا يعلمها. الله، ده يبقى معناها دي ما فيهاش ثواب ولا عقاب. امال اللي هيبقى عليه ثواب وعقاب وعايزينه قدام ده يبقى من باب ايه؟ من باب اي اولى. وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض، يعني مدريه في الايه؟ مدرية في الأرض، ولا رطب ولا يابس، يعني كل كائن في الوجود، لأن كل كائن في الوجود يا رطب يا يابس. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مش بس العلم، لا ده مكتوب في كتاب. طب وليه مكتوب في كتاب؟ أم قال لك الملائكة المدبرات أمر اللي مطلوب منها تشرف على دي وتهيمن على دي وتعمل دي وتعمل دي، حين يجدون في الكتاب الكون في حركته يجيء على وفق ما في الكتاب، يبقى لا يستقبلون كل حادثة من الحوادث إلا يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. ما فيش حاجة في كون الله أبدا تيجي على وفق ما قال، وحاجة تيجي في الكون على وفق ما سجل وكتب، يبقى ده دليل على أن اللي كاتب هو اللي خالق وهو المتصرف وهو ما فيش حاجة تيجي. الله، قال لك دي إذن تدل على إيه؟ تدل على القاهرية، تدل على ايه؟ على القدرة. يبقى إذن يسبحون الليل والنهار، كل ما يشوف حدثة وبعدين يشوف بعض مكتوبة ايه؟ يبقى وقعت زي ايه؟ زي ما قال. يبقى إذن أحداث الكون مش ماشية خبط عشواء، ده ماشية بايه؟ بقدر مرسوم منظم. فكل ما يشوفوا آية من دي يعملوا ايه؟ يسبحونه. وكل ما تشوف حاجه انت عجيبه، انت مش لما تشوف حاجه عجيبه تقول ايه؟ سبحان الله. سبحان ايه؟ سبحان الله، يعني تنزيل الله، لان دي حاجه مش ممكن في مقدور بشر، في مقدور. ما احنا قلنا زمان ان كن ربنا سبحانه وتعالى يقهر عباده على تصرف، نقول اثبت له صفه القدره، ما حدش يقدر يعمل، هو يعمل. طيب والاشياء اللي خلق لعبده اختيار فيه ايه؟ طب دي الحاجات اللي ما فيش فيها اختيار، طب واللي فيها اختيار؟ أم قال لك كمان عالم انك انت هتختار ايه، ولا تستطيع ان تخرج عما علم، ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. هو الذي يتوفاكم بالليل. النوم ده مش اختياري ابدا، ما تعص تنام فتنام. يا سلام على ربنا لما يصلت عشان تعرف دي انه ما كانش هو اللي يتوفاك، ما تقدرش تنام وتحاول بقى تاخد المنومات وتعمل البدع. اذن فالنوم عمليه قسريه
يخلقها الله فيك لتردعك عن الحركة، لأن جهازك لم يعد قادرا على الحركة. ولذلك تلتفت إليه معنى نام، يعني إيه؟ ده ردع ذاتي، حاجة ذاتية مخلوقة فيك، إنك أنت إذا كان الجهاز بقى أجهد وما عادش قادر على الحركة نقول إحنا هنخرس نام أنت بقى نام. الله، يبقى هو اللي بيخلينا ننام، يتوفاكم بالليل. أما الله، طب وليه يتوفى؟ هي مش من الوفاة؟ إيش اللي خلى يتوفى ينيم؟ أم قال لك لأن الوفاة معناها إيه؟ فصل الروح عن الإيه؟ ما دام فصل الروح عن الجسم تيجي الحياة. أم قال لك لا، أوعى تفتكر إن الروح بوجودها في الجسم تديله الحياة، أنا هخلي الروح برضه في الجسم ولا أقدره على التصرف الاختياري، عشان حتى ما ننفتنش في الروح تبقى الروح موجودة. طب ويا رب ليه الروح موجودة؟ أم قال لك أيوه، لأن فيه أجهزة ملهاش دعوة باختيارك. لو أسلو بالروح، طب من اللي تدور قلبك إزاي؟ طب تتنفس إزاي وانت نايم؟ الحركة الدودية تعمل إيه؟ يبقى أنا عايز أسلب تصرف الروح، ولكن الروح برضو موجودة. اوعى تفتكر ان الروح دي هي لا، انا اقدر اخمد خلقي واخلي، وخمدتهم 300 سنه وايه 9، مش كده اللي حصل؟ هو الذي يتوفاكم. اذا النوم نعمه من الله جعلها في التكوين الذاتي، ولذلك اذا اردت ان تحاول انك تنام ما تقدرش ايه، ولذلك يقولوا عن النوم ايه، ضيف إن طلبته عنتك، يعني أتعبك، وإن طلبك أراحك. ساعة هو ما يجي لك كده، يجي لك وانت قاعد وانت واقف وانت مش عارف ايه، ولما يجي لك النوم تنام على ألاقيل وتنام على حصى وتنام مش عارف ايه، ولما ما يكونش النوم تبقى نايم وحواليك مش عارف ايه، ما يمكنش تنام. يبقى هو الذي ايه، ولذلك شوف، ومن آياته منامكم بالليل والنهار. دي آية لوحدها، اوعى تفهم ان دي ان انت تقدر عليها، ما تقدرش عليها ابدا. ومن آياته منامكم ايه، وعلشان تعرف ان الاداء القرآني اداء اله، ما قالش بس ومن آياته منامكم بالليل، لان فيه اشياء تتطلب حركة الوجود، ان في ناس تكون عايشين لها بالليل، ويبقى وقت نومهم امتى؟ بالنهار. واللي شغله حدث بالليل تلتفت إليه ينام بالإيه؟ ينام بالنهار. يبقى من آياته، اوعى تقول إن دي عملية اختيارية. طيب يتوفاكم بقى، يبقى يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم، سمها وفاة، وبعدين الاستيقاظ سمها إيه؟ لأن دي كلها شل للروح بأخذها أو بإنهاء تصرفها في الحركة الاختيارية. يبشلها يطلع الموت، يبأخذها يطلع الموت، بشلها عن الحركات الاختيارية يطلع الايه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حب يقرب لنا المسافة، قال ايه، انكم لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. فيه مناسبة، هو الروح هي اللي ينشلها ينخدها، فان شلناها عن الحركات الاختيارية يجي ايه، يجي النوم، وإن أخذناها يجي إيه؟ يجي الموت. ولذلك قال لك يجب أن تفهم إن النوم ده زي ما قلنا له قانون، واليقظة لها إيه؟ لقى، والموت له إيه؟ له قانون. بس المهم أن تأخذ كل قانون بموجبه، ما تقولش قانون اليقظة زي قانون مين؟ النوم، ولا قانون النوم زي قانون الإيه؟ اليقظة، ولا قانون النوم زي قانون الموت، ولا قانون البعث زي قانون مين؟ الموت. يبقى فيه كام؟ يقظة ونوم وموت وبعث. المتواليات دي كل واحدة منها لها ايه؟ الغلط اننا عايزين ناخد قانون دي نلبسه هنا، نقول لا ما ينفعش. ولذلك يضربها لنا مثل فيما نشهد. الانسان لسه حي اهو،
وهو حي له حالان، حال يقظة وهو سيطرة الروح على حركاته الاختيارية، ولما ينام انشلت في الروح عن الحركة الايه الاختيارية وبقيت الحركات الايه الاضطرارية. أهو ساعة ينام قانونه ساعة يستيقظ؟ لا، دي بقى لها قانون وده قانون. ليه؟ أما قال لك طب ما هو بينام وبعدين يشوف رؤية ويقول لك فلان قابلني ولابس جلابية بيضة ولا جلابية حمراء ولا خضراء. طب بأي شيء أدركت اللون وعينك مغمضة؟ الله. إذن ففيه وسائل إدراك غير العين. في النوم تيجي والزمن يتلغي، الزمن في اليقظة ياخد حظه في الحركة، لكن في النوم تقعد تشوف رؤية تقعد تحكيها في نص ساعة، مع أن الذهن ما يشتغلش في النوم أكثر من 7 ثواني، يبقى الزمن اتلغى، والوجود والمعية يتلغي. تنام مع واحد زي ما قلنا، وبعدين هو يرى في النوم ان بين احبابه عمالين ياكلوا ويشربوا ويضحكوا ويعملوا مسعداء وفي انس، ويرى الثاني انه قابل جماعه اعدائه كانوا منحورين منه وقاعدين يضربوه ويعملوا فيه اللي ما ينعمل، ونازمين على سرير واحد ويمكن في الحف واحد ولده داري بيده. يبقى النوم له ايه؟ قانون، واليقظ عليها ايه؟ فاذا قيل لك ان للموت قانون نقول له صح. إذا كان النوم له قانون بيخالف قانون اليقظة، يبقى الموت له قانون يخالف قانون إيه؟ النوم. النوم والبعث له قانون يخالف إيه؟ يخالف الموت. المتواليات كلها. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم أي كسبتم. إحنا بنسمي كل حالة من دي اسمها الجارحة التي تكسب. ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه في النهار. يبقى سمى اليقظة ايه؟ بقى سمى النوم ايه؟ وفاة، لاشتراكها مع الوفاة في ان دي شلت الروح وحركتها الاختيارية، مفهوم؟ ثم يبعثكم فيه. ليه بيبعثكم فيه؟ ليقضى اجل، لحد ما تاخذ اجلك في الحياة، ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. يبقى جاب لنا الحالات كلها ولا لا؟ يقظة ونوم وموت وبعث، تلك هي مراحل الوجودية بالنسبة لمين؟ وكل واحدة لها إيه؟ إحنا نعرف منها قانونين، قانون اليقظة وقانون إنه، لأن ده بنتعرض له. فإذا قيل لنا في قانون الموت نبقى نقيسها على مين؟ على ترقي القوانين من اليقظات للنوم. نقول لما يقول لي في الموت أصدق. ليه؟ لأن في النوم بشوفه. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده. القاهر متحكم بقدرة فائقة مستوعبة. نقول له معنى هذه العبارة إن كم ما فيش في حاجة تأتي على غير مراد الله، ما دام هو القاهر. طب كيف كفر الكافر وكيف عصى العاصي؟ نقول له بما خلق هو فيه من الاختيار، ولكنه أوجد فيه اضطراريات وقهريات تدلنا على أن الله فعال لما يريد، وإلا فالمتمرد الذي تمرد وكفر بالله والعاصي الذي تمرد على منهج الله، إحنا بكل بساطة نقول له يا أخي أنت تعودت على التمرد لمطلوب الله، فأريد منك أن تسحب هذا التمرد على ما يجريه الله عليك من مرض وموت. اشمعنى أنت تمردت هنا ولا تمردتش هنا؟ يبقى مدام وجدت حاجة أنت ما تقدرش تتمرد فيها، يبقى أنت اخترت من باطن خلق الله الاختيار فيك.
لكن ربنا حاكم لما يريد، تحكم في ميلادك ولا شيء لك فيه، وتحكم في موتك ولا شيء لك فيه، وتحكم في أشياء لك صحيا ولك حاليا للفقر وللغنى ولا شيء لك فيه، وأنت قد اعتدت التمرد على الله، فلماذا لم تتمرد عليه حين تمرض؟ لماذا لم تتمرد عليه حين تموت؟ لماذا لم تتمرد عليه حين يلحق بك المصائب؟ إذن أنت تمردت من باطن خلق الله لاختيار فيك. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.